تعالوا بقى نعمل النهاردة الفطار كده ببواقي التلاجة. بجد احنا خلاص في اواخر الشهر بقى، كل سنة وانتم طيبين، والبيوت كلها بتجيب بقى ايه يعني اسهل حاجة في التلاجة. فدلوقتي انا كان عندي حتتين من البانيه، شوحتهم مع بصلايه وشويه زيتون، عملتها زي الفهيتة. ممكن مع لو كان الدجاج يكون مسلوق مفيش مشكله خالص. ودي خلطه انا عاملاها، شويه خضار مشكل، عايزه اقول لكم برده بواقي التلاجة، طماطم وبصل وفلفل حامي، معلقه هريسه، فلفل رومي، فلفل الوان، وتبلتهم. وبجد دي تحفه جدا، اصلا ممكن تضيفوا عليها برده زيتون لو حابين، ده اختياري، انا ما حبيتش بصراحه. بعد كده جبت لفه جلاش، اللفه دي هبتدي ان انا اخد منها ورقتين ورقتين، وهبتدي ان انا ادهنها زي ما انتم شايفين كده بالزبده السايحه. وبعد كده هبتدي ان انا احط من الحاجات اللي احنا عاملينها دلوقتي. انا عملتها اللي هي بالفاهيتا وحطيت عليها شويه موتزاريلا، وهبتدي الفها زي ما انتم شايفين كده زي اكنه بالظبط عيش سوري، يعني عامله بنفس المعامله. ودي دلوقتي انا عملتها ميكس ما بين الخضار وما بين الدجاج، كان في ناس عاوزه كده ميكس، والاولانيه ما كانش حد عاوز خضار، فهي بتبقى بقى كل واحد وعلى حسب اللي عاوزه. وبس كده ابتديت ان انا اعمل كله لغايه لما كملت في قلب البايركس ودهنتهم برضو من على الوش، وهدخلهم كمان الفرن. بجد مفيش اسهل من كده، يعني فطار سريع جدا، يعني حاجه تحفه كده، وتنفع للعشاء بقى، الايام العاديه تنفع لاي وقت صراحه. ودي كده بعد ما طلعت، بصوا اصلا شكلها عامل ازاي، ومتحمره ومظبوطه جدا، الجبن طالعه من كل حته اصلا، فتحفه بجد. فجربوها هتعجبكم قوي، وصفه سريعه كده للاكل، وبجد مش تاخد منك اي وقت خالص. وكل سنة وانتم طيبين بقى بمناسبة العيد، وباي باي.